قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبس الفضائية. ده محسن بيه هنداوي صاحب أول وأكبر كل حاجة سيادتي. امشي. القرضين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوايد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل إيه فيه؟ ولا حاجة. ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاك؟ يا عم خلي العيال تلعب. انتوا متجوزين؟ لا لا، احنا يا دوبك شركه في الفيلا بس. معقول انا بص الواحد زيدي؟ هو انت ما تعرفش ان انا مجنونه؟ سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا. بوبس. نعم؟ بوبس. مش عارفه ليه فاهمني غلط مع اني صح مش ماشيه خالص. مين دي؟ دي دودي المترك. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ لا قال لها شريط نجح. نعمل لها التاني. عم بتقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح. فرساكر فرساكر جوه قلبي شايلك فرساكر فرساكر خلت مشاعري مفككه. انت فاهم ست الفلوس في البورصه هو الحل؟ حبيبي يا راشد. بتتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس عجيب حد يمسك الراجل بالطريقه دي؟ ده هيطلع هدومي. دي ناس عايزه تجيب فلوس باي شكل. انا بقولك مساء الفل. وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. طب يا ثروت اجيلك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. عبد الجيد عبد الجيد.